مشاهدينا الكرام، في البداية نترحم على أرواح شهدائنا الذين قضوا اليوم في حادثة السيول الثانية في أقل من أسبوعين، ونتوجه نحن في طقس العرب برسالة من القلب إلى جميع مواطني المملكة الأردنية الهاشمية: لا تستهن بالطقس ولا تتخذ قرارات قد تكون قاتلة. ما تتأثر به المملكة اليوم وما تأثرت به قبل أسبوعين ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي. نلحظ أن هناك ربما عدم فهم بالثقافة الشعبية بالأحوال الجوية. لا نتأثر اليوم بمنخفض جوي، أي يعني ذلك أن لا نتأثر بأحوال جوية منتظمة، لا يعني ذلك أن هناك أمطار تبدأ من الشمال ثم تمتد إلى الوسط ثم تمتد إلى الجنوب. الحالة الجوية التي تتأثر بها المملكة اليوم تسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتميز بأهم شيء بأنها عشوائية، ولكن أهم بذلك ليس بالضعف. العشوائية لا تعني ضعف الحالة الجوية، العشوائية هي فقط أنها متفرقة في أماكن مختلفة ولكنها قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية شديدة. لنلحظ معا صور الأقمار الاصطناعية اليوم كيف التقطت الأحوال الجوية الغير مستقرة. كما نلاحظ أماكن متفرقة بها سحب رعدية في المناطق الجنوبية، الجنوبية الغربية، في البادية الوسطى والبادية الشرقية والشمالية من المملكة، تأثرت بهذه السحب الركامية الرعدية. الأحوال الجوية غير مستقرة تترافق معها ظاهرة جوية مهمة جدا وهي العواصف الرعدية، والتي تفرز ما يلي: أمطار رعدية غزيرة، رياح قوية، أحيانا عواصف رملية تسبقها، والأهم من ذلك تشكل للسيول، وأهم من ذلك جميعه بأنها تحدث في نطاقات ضيقة جدا من الناحية الجغرافية. فمثلا ما حدث اليوم في منطقة ضبعة بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي، بأن الناس الساكنين في عمان والقاطنين في منطقة العاصمة عمان شهدت أجواء هادئة تماما، ولكن على بعد فقط 10 كيلومترات منك هناك كارثة جوية كانت تحدث. هذه رسالتنا: عدم الاستهانة بالتحذيرات الجوية التي قمنا بإطلاقها منذ عدة أيام نحن وزملائنا في دائرة الأرصاد الجوية من السيول. لا تسأل أين المطر الذي تحدثت عنه، لأن هذا المطر هو فقط بالقرب منك، هنا هو يحدث ويؤدي إلى تشكل السيول ويؤدي إلى في النهاية إلى عواقب يعني كبيرة كما حدث في اليوم. لا نريد أن يتكرر ذلك مرة أخرى، فندعوكم وندعو الجميع إلى الانتباه إلى هذه التفاصيل الدقيقة في الأحوال الجوية بعدم المغامرة، وأن لا نستهين بالأحوال الجوية وأن لا نتخذ قرارات قاتلة. شكرا لكم.